التقرير الذي تشاهدونه كان من الممكن أن يعرض في أي يوم منذ عام 1932 حتى يومنا هذا. لا أرقام في لبنان، ما عدد السكان الإجمالي، ما عدد العاملين في لبنان من لبنانيين وأجانب، ما عدد سكان المدن في مقابل سكان الريف، ما الرقم المحدد للدين العام الإجمالي، وماذا عن عدد الطوائف والمذاهب وعن اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين؟ بعض من أسئلة كثيرة لا جواب لها منذ عام 32، عندما يستمر نمط معين يتعلق بآليات الحكم أكثر من 80 عاما. لا يكون الأمر صدفة عندئذ، بل يكون النمط هذا من وسائل الحكم المتعمدة. أعتقد أن لبنان ودول أخرى يمكن أن ينطبق عليها صفة الدول الفاشلة إذا وسعنا مفهوم الدولة الفاشلة. نعم، هي دول محكومة من نخب سياسية تكره الأرقام لأنه بالدينة، وبالتالي تعمل كل ما بوسعها لتخفي القاعدة الإحصائية. على سبيل المثال، لا يمكن تصور مشروع تنموي في بلد ما إذا ما كان قائم على قاعدة معلومات جدية وموثوقة، ولا كيف بتقرر أنك تنفق مبالغ معينة في هذا المجال وليس في هذا المجال إذا ما كان عندك المعطيات. ليس هناك أرقام أو معلومات في متناول الجمهور، في متناول العامة، ولكن لا يجوز أن نقول أن ليس هناك أرقام. بعض المراكز في الدولة وفق نطاقات ضيقة جدا تملك المعلومات الكافية اللي بتسمح لها بأن تعيد توزيع الدخل والثروة في لبنان وفق مصالح محددة. يعلم الزعماء جيدا أنهم لن يستطيعوا البقاء على العروش إلا بتعميم الجهل، فالجهلة وحدهم وقود الأنظمة الفاشلة. لا يمكن فهم هذه المسألة إلا باعتبارها جزء من النموذج الاقتصادي القائم في لبنان، اللي هو نموذج أصلا يتعارض مع منطق الأرقام، أو بمعنى ما مع منطق المعلومات والمعرفة. لأنه لتبرر كل ما يحصل في البلد وتعتبره أنه هذا لا بديل عنه، لازم ما تقول للناس شو عشو قائم وشو النتائج اللي أسفر عنها. لبنان كسر الأرقام القياسية المسجلة سابقا بصحن حمص بالطحينة زينته ما يزيد عن 2000 كيلوغرام. صار نستعمل ما يقارب تقريبا طن ونص من الحمص الحب المسلوق، تقريبا نصف طن من زيت الزيتون. بعد التبولة والحمص، ها هي الليمونادة البترونية تدخل كل بيت. ما حدا رح يهشلنا من هون، رح نضلنا مبسوطين ورح نضلنا نعمل ليمونادة. وبصحن تبولة زينته 3 أطنان و557 كيلوغرام. عم نستعمل ما يقارب 8000 باقة بقدونس أتتنا من الجنوب اللبناني. حتى أرقام ضمات البقدونس تقريبية. للبنانيين رقمان فقط، 8 و14، فليلعبوا بها ويموتوا من أجلها كل العمر حتى تأتي أرقام حصر الإرث، فبالنتيجة ما حدا ياخد معه شيء. جد غصن، قناة الجديد.